في كنيسة القديسة كاترينا ببيت لحم، أبرز ستة رهبان فرنسيسكان من بلدان مختلفة نذورهم الاحتفالية بحضور عدد كبير من الرهبان والراهبات من كافة أنحاء الأرض المقدسة. وقد وعد الرهبان الجدد أن يظلوا مدى حياتهم مستسلمين لنعمة الرب وخداما أقوياء بثقة واقتدار. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ستة رهبان جدد يبرزون نذورهم الرهبانية الاحتفالية في بيت لحم. في أجواء مفعمة بالفرح امتلأت كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بالمؤمنين للمشاركة بالاحتفال لستة رهبان جدد قدموا نذورهم الرهبانية الدائمة على مذابح الرب. فقد ترأس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعدد كبير من الكهنة الفرنسيسكان القداس الاحتفالي بوجود عدد من الراهبات حضرنا من كافة أنحاء الأرض المقدسة للاشتراك بهذه المناسبة، بالإضافة إلى العديد من الرهبان التابعين لحراسة الأراضي المقدسة. استلقى الرهبان الستة على الأرض بكل خشوع وتواضع، حيث رتلت الجوقة ترتيلة طلبة جميع القديسين بأجواء روحانية رائعة. ثم نهض الرهبان من جديد لإبراز نذورهم التي بها يعدون بالمحافظة طوال مدى حياتهم على نذور الفقر والعفة والطاعة، وأن يعتنقوا قانون رهبنة الإخوة الأصاغر أي لفرانسيسكان. ومن الذين أبرزوا نذورهم اثنان من الرهبان المنتمين إلى حراسة الأراضي المقدسة، وهما الأب أنطوان حبيب من مصر والأب جورج حداد من فلسطين، وراهبان من إفريقيا وأيضا من جمهورية الكونغو. والنهاردة زي ما شهدنا القداس بنشكر الله أنا وإخوة الرهبان على نعمة النذور الدائمة في رهبنة الإخوة الأصاغر، نعمة كبيرة أعطاها لنا ربنا، وبنشكر كل الحضور اللي شاكرونا فرحتنا إن إحنا بنقول لربنا نعم يا رب، إحنا عايزين نعيش حياتنا ونكرسها كلها ليك، فبشكر الله وبشكر كل الحضور وربنا يبارك الجميع، شكرا. طبعا شعور اليوم هو شعور شكر لربنا في المقام الأول، شكر على هالنعمة اللي أعطاني إياها وأعطاني إياها لإخوتي كمان، شكر على هالنعمة اللي ما لها حدود واللي هي نابعة من محبته الكبيرة لكل واحد فينا. شكرا بشكر كمان أهلي على كل القيم والتربية اللي أعطوني إياها حتى اليوم أنا وصلت هون. بشكر كمان إخوة الرهبان، بشكر حراسة الأرض المقدسة وكل إنسان رافقنا كلياتنا بالصلاة وبالمحبة، شكرا كثير. De la Fondation Notre-Dame d'Afrique, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, et pour l'accueil aussi que les chrétiens de Bethléem ont fait pour nous. Nous disons merci et nous rendons grâce à Dieu pour ça. C'est bien fait, merci. Nous comptons sur vos prières. Merci beaucoup. Qu'il n'a cessé de m'accorder, surtout en ce jour de ma profession solennelle. C'est une grande joie pour moi d'être ici présent. Surtout durant tout le parcours que j'ai fait du début jusqu'à maintenant, c'est une action de grâce. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint son nom. Je profite de l'occasion pour remercier tout le monde, remercier également nos supérieurs et surtout nos parents qui n'ont pas été présents à côté de nous, mais qui sont unis à nous, toutes nos connaissances et tous ceux qui nous ont vus de près de loin, je leur remercie. طبعا الواحد بشعر بفرح عظيم جدا، فرح لا يوصف. وأنا مبسوطة كتير كتير بهاي المناسبة، وبتمنى له يتمم خطاه ويتمم المسيرة ويكون قدها يا رب. وبعد المناولة وإعطاء البركة النهائية تم تقديم التهاني داخل الكنيسة
من قبل حارس الأراضي المقدسة والكهنة والراهبات والمدعوين بأجواء روحانية غمرتها السعادة والفرح. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.